أعزائي المتابعين أينما كنتم، متيبنا بدير بسق اللي الثميل أدرو ماني عارف أتكلم ليش، لأن في هذا الفيديو حبيت أني أطلع of my comfort zone أو المكان اللي أنا مرتاح فيه وأروح إلى موضوع مرة غريب. طيب الموضوع وهو أتكلمت فيه بسناب شات قبل يومين تقريبا، وقلت أنه أنا إنسان معاي شيء اسمه ثلاسوفوبيا أو الخوف من المحيطات والأماكن وبقع الماء الضخمة جدا، محيطات البحيرات اللي تكون جدا عميقة كذا، تكلم على كيلومترات في الأرض. فعشان أوريكم هذا المرض وهذا النوع من الخوف كيف هو، أوريكم صور الناس هذه اللي هم أمثالي أنا كيف تشوف المحيطات. طيب عندكم الصورة هذه مثلا، الصورة هذه أوه ماي جاد، حرفيا يا بالضبط كذا، أوه ماي جاد يا أوكي يا بدأت شوية يعني أتوتر. فأكثر صورة راح تعلمك ما هو الثلاسوفوبيا راح تكون هذه الصورة، وهي اللي تشرح بالضبط هذا الإنسان ومش أحس فيه لما يكون في منتصف المحيط. فلذلك جيت اليوم إلى سبردة اسمه ثلاسوفوبيا يعرض هذه الفيديوهات، وأنا نفسي صراحة أشوف بأن شيء مرة interesting، فخلونا ندخل ونشوف الثلاسوفوبيا بالضبط. هذه الصورة لحالها تبين لك بأن في مكان أنت تقدر تروحه ولكن ما عندك أي خلفية وجهه، ومكان مرة ضخم ومرة كبير وأنت مرة خايف منه. فأنا حرفيا مستحيل أنزل هذا الدرج سيريسلي، مليون عالمية مثيم وبن أبي نديم مستحيل أنزل هذا المكان. Oh my god أوكي الصورة مرة حلوة بس really يعني اوكي خلينا نشوف هذا الفيديو. اوكي حرفيا عندي احساس انه في اي لحظه ممكن يجي شيء كذا من وراها كبير ياكلها او من تحتها شيء ضخم مره، فما اقدر ما اقدر ما توقعت تشوف شيء حرفيا كانه في ظلام، بس اللهم انك قاعد تشوف فاهم شلون. Oh my god اوكي اوكي صوره ثانيه لنفس الشيء اللي توي اتكلم عنه، بان كل شيء كذا يعني الدنيا فاضيه بس زرقاء، فاهم شلون الخوف يعني زي الظلام انك انت خايف لانه ما ادري ايش موجود، بس اللهم ان انت قاعد تشوف بس ايضا ما في شيء. يا اوكي احساس ان عندي في اي جهه شيء بيجي يقرب فوق الكاميرا يجي فوق الكاميرا. طيب بوريكم ما راح اشوف الفيديو كامل اوكي، ولكن شوفوا هنا شفتوا الحفره هذه؟ طيب حرفيا لو انا اسبح في ماي وعبرت عند الحفره هذه مع انه ما في شيء يعني انا اقدر اسبح، ما انا اوريدي قاعد اسبح فاقدر اعدي من فوقها، مستحيل اعدي من عليها سواء اسبح او في قارب او في شيء، لان دائما في بالي انه ممكن يطلع شيء منها ياكلني حرفيا. او ماي جاد جد ترى مو قاعد ابالغ، حرفيا مره مو قاعد ابالغ، ولكن هذا اللي احسه. اوكي انا بالنسبة لي إن يكون الماء شفاف مرة أريح، مرة كذا يعني يعطيني أمان لأني على الأقل أشوف إلين القاع إلين تحت، ف this is okay هذا okay بالنسبة لي. yeah ممكن أنا لو أشوف هذه الصورة كذا جيني كذا panic attack، رجعوني please للساحل مدري شو اسمه killer whales هذه أو يسمونها الأوركاس، من جدك هذه تقتل كل شيء أكبر منها ما ترحم. yeah okay بدوا يدوسوا على طرفي كذا يعني they are stepping on my nerve ما أدري ما شوفوا أنا لما توتر أتكلم إنجليزي أي لحظة أتكلم فيها إنجليزي كذا يعني الإنزايتي عندي مرة هاي توتر مرة. yeah no way أشوف صورة كذا ما أدري وش فيه هنا ما أدري يب جني أربع أيادي 12 فم يطلع أنا ما تدري تقدر تثبت لي إن ما في جني ما تقدر وتقدر بس ما أبغى تثبت لي أبغى أطلع من هنا وأرجع بيتي وأنام في سريري اللي يبقى مشكلة أن أنا عايش في مدينة بحرية بس أوكي يعني متعود الشاطئ وكذا بس ما أدخل داخل. ما في شيء قروش قروش وعادي وعادي كمل يسبح. Yeah. Oh my god. Oh my god. اوكي بعلمكم شيء فيني انا حرفيا انا في امريكا 10 سنوات طيب اكثر حتى ما عمري رحت كروز، تعرفون الكروز اللي السفينه الكبيره اللي تروح مكان لمكان في البحر والاشياء هذه لسبب واحد بس وهو اني اخاف على الدرايش الصغيره. تخيل ان الدرايش الصغيره هذه وفي نفس الوقت بحر
انت بتخيل يعني انا اساسا كلاستروفوبيك، طيب اني اخاف من الاماكن الضيقه، فاشوف كذا شيء كذا عرفت اني احس حالك وفي نفس الوقت بحر. نو بيبي نو اوكي باخذ بريك وبجيكم بعد شويه. هاي انا رجعت. السالفه بيقول انك انت تبكي، هو اللي كان يبكي. اوكي فنرجع للموضوع، ان تخيلوا كذا يعني نوعين فوبيا في مكان واحد، ناقص بس انه يكون في مكان عالي. ما يصير مكان عالي، ممكن تجي مكان عالي اشوف حفره في الماي، اوكي حفره في الماي اشوف من الحفره ها اشوف من الفتحه هذه حفره في كذا. اوكي ثلاث انواع بس. او ماي جاد يعني there we go. اوكي Oh my god. Okay, yeah, but just up. So these are really big waves that are knocking this boat around like crazy right now. حرفيا خايف حتى اني. This is through my porthole that we're looking at. No 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 no. I'm good. صورة ثانية شيء ثاني زيها. وما واحد من الاشياء طيب اللي تخليني سيريسلي مره اخاف هو ان حجم الاشياء مره يعني ضخم في الماء تحت الماء. يعني مثلا هذا اتوقع هذا ايسبرغ او جبل جليدي، شوف حجمه تحت الماء ضخم كذا ويتحرك وجايك مبحر عليك ف اوكي نو نو بأوريكم وش اللي يخوفني بالضبط. اوكي شوفون هذا المكان كله آلاف الكيلومترات طيب طول في عرض في عمق، حرفيا انت ما تتخيل حجم الاشياء اللي ممكن تطلع لك من تحت الماي. سيريسلي او ماي جاد، تخيل يطلع وحش الحين طوله 4 كيلو حرفيا، انت بتخيل ان باسيبلتي هذا الشيء ممكن يعني. اوكي فا او ماي جاد نو، وحرفيا خاف من يعني اذا شفت باخره مره كبيره يا الوضع هنا يا. اوكي هذه عادية يا ماني شايف فيها شيء ما يعني، هذه ممكن كلاستروفوبك خاف بسبب انها مكان ضيق. فانا حرفيا يعني موقف بقول لكم صار لي قبل فترة. اوكي كنت داخل حمام وعزكم الله حمام الحق اللي هو المكان اللي انا قاعد فيه وقفلت الباب. طيب الحمام مرة ضيق بحكم انه حمام ديوانية يعني ما هو حمام شيء فاستخدام سريع يعني، وانا افتح الباب الباب ما يفتح وانا اسوي بالمفتاح بقوه المفتاح نعوج شوي في يدي. هنا قلت بينكسر المفتاح علي وانا في مكان عرضه مترين وطوله 3 متر حرفيا ما قدرت اتنفس. كل شيء يجي في بالي ان انا ابغى اكسر الباب خلاص. بس تالي يعني دقيت على واحد وقال لي ارمي لي المفتاح من تحت الباب، شلت المفتاح رميته له زبده يعني. بس كانت شيء يا شوفوا دام انه في ساحل انا تمام مره، بس لا تجي لي هنا داخل وتقول لي تعال معاي. نو بالضبط مشكلة. انت شفت طرف خشمة الحين، طرف خشمة شوف حجمة مشكلة. تخبى تحت الماي وجون ستة مع بعض كذا فوق. اوكي اقعد اسمع اصوات جن او دلافين. بس حرفيا تخيل فجأة ممكن يجي شيء من وراها بحجم المكان هذا كذا فاتح فمه. او ماي جاد ترى جد يا جماعة الخير انا 100% الان 100% ماني مرتاح، مو مبالغة مرة ماني مرتاح. او ماي جاد او ماي جاد. اوكي شوفوا بما اني اشوف اليابسة هنا انا وضعي تمام، الناس يروحون يسبحون I don't know عادية مرة، ما اشوف هذاك الشيء صراحة المخيف. هذا المخيف هذا المخيف. نكتفي بهذا القدر. ها بيطلع شيء؟ دقيقة. حرفيا مترين قدام ما تشوف، مترين قدام ما تشوف. يا اوكي هنا يباين طيب. اوكي هنا ما في ما تشوف شيء، ما تدري وش يجيك من هنا اخوي، ما تدري انا كوندا تطلع لك ما تدري. اوكي هذا واحد قاعد يسبح خلينا نشوف ما يشوف شيء، ما في شيء قدامه رغم ان المكان مره واسع وضخم بس ما تشوف شيء. نو واي انا اسبح هنا مستحيل، انا افضل الموت على اني اسبح في مكان كذا. مو قاعد ابالغ اب جود. او ماي جاد شوف الامواج وهي جايه. المشكله اني عارف ان حجم الامواج هذه خصوصا هذه
حرفيا حجمها حجم انا اضعاف حجم المكان اللي انت فيه وسوي هالكذا القارب. انا هنا احتاج ابدل كل ثيابي. انتهى الموضوع. اوكي هير وي جو. هنا كلاستروفوبك مكان ضيق وماي وما تشوف اي شيء هنا. الصور الفيديوهات هذه هي اللي تفجعني انا. انت عارف ان هذه الناس 4 ساعات 5 ساعات تمشي داخل الماي. هذا اتوقع قارب صيد ممكن. اوكي شوف على حجم القارب هذا الباخرة مالت كذا. طيب اثبت لي ان هذا مو كائن يعني كذا باصابيعه قاعد يحرك شو اسمه الباخرة. اثبت لي ما تقدر. مو موج. مو انت ما تشوف اللي تحت فما تدري انه موج. ما انت متأكد. شنو هذا الفيديو؟ ما في صوت. اشوف ماي بس. اوكي الوضع تمام للحين. ترى عندهم ديزل يا شباب عشان الناس تقول ما عندهم ديزل. او ماي جاد. شفتوا اللقطة الأخيرة؟ هذه اللي ترعبني تماما. أنا ما قد دخلت داخل البحر اللي يمكن مرة ومستحيل مستحيل أعيدها. يا بالضبط كذا أشياء كذا. يعني وش حادك؟ روح على البحر وقعد على الشاطئ وانبسط. جد والله قشعريرة مي طبيعية جايتني. اوكي ابغاكم انتم الاثنين هذول اللي جايين هنا ابغاكم تثبتون لي بان هذا المكان ما هو بيت حي. هذا عرضها وطولها 10 كيلو ما تقدر تثبت لي. ويدخل المشكله. شوف المشكله ان متر هنا يا يعني متر ما في ضوء الشمس ما يدخل ما في وبينزل هو بينزل. او ماي جاد شوف حجم السفينه هذه. طيب وشوف المشكلة داخل مكان كذا ما تشوف شيء. شوف كيف يلعب الموج فيها. او ماي جاد كمية الرهبة. يعني انا لو انا هنا اول جثة تطلع. اختربت الصورة الحمد لله. حرفيا اول جثة تطلع انا. او ماي جاد. مشكلة ان هذول كانوا في ستورم يعني كانوا في عاصفة. يعني انا كنت احتاج اني اكون في عاصفة عشان ما اروح هذا المكان نهائيا. اوكي يقول لك what it looks like to be in the ocean 25 miles away from land. يقول لك كذا يكون المكان لما تكون تبعد 25 مايل ما ادري كم بالكيلو 35 40 كيلو عن الارض او عن كذا اللاند يعني اليابسة. لا تنزل الكاميرا تحت نصيحة. لا تنزل الكاميرا. الله يرحم. يقول لك surrounded only by deep blue water. يقول لك ان حولك فقط ما بحر ازرق ومخلوقات حجمها 6 كيلو. ركز الحجم مو الوزن. 6 كيلو ارتفاعها. يعني تخيل هذه وهي تغوص طالع لها هذا. تخيل هذا يطلع لك. لا. لا 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 شنو هذا؟ شايف الحجم؟ شايف حجم الاشياء اللي تطلع لك؟ هذا يمزمز عليك. هذا ياخذ هذه السفينه ويفرش اسنانه فيها. يا يا بالضبط. تذكرون ايش كنت اقول؟ Here we go. Oh my god. Oh my god. Yeah. حرفيا انت هنا الشمس جايتك بس ما تشوف ولا شيء من حولك نهائيا. Again يعني اي شيء كذا بعد ارتفاع متر من البحر معليش بعد عمق متر من البحر ما تقرب له. ما ابعد عنه. طيب انت تشوف ان هذه سفينه تدري انا وش اشوفها؟ اشوفها فخ عشان اجيه وتالي كذا يقفل فمه الشبح وياكلني. حرفيا ماي. طيب هذا ماي يعني انت تقدر تمشي تقدر تسبح. انا مستحيل اقدر اسبح يعني اتشنج واغرق. يا ابسولوتلي. شوفني وانا انزل الدرج اخوي شوفني. هذه عاديه قاعد اشوف الارض يعني وقروش. اذا اشوف الارض واشوف الاشياء اللي حولي احس عادي. يعني انا عندي اني اشوف القروش يا بس اني ما اشوفها لا. اوكي عشان ابين لكم شنو 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 ثلاسوفوبيا. اوكي هذا اوكي هذا اللي داخل لا هذا اللي داخل هو اللي بخوفني مو هذا. سيريسلي خوفي من هذا 5% 95% من هذا اللي ورا. Here we go. تخيل ان في كذا 7000 دروب اوف كذا في الشور في جراند تيرك. ما توقع في تركيا هذا ممكن. تخيل انه اوكي تسبح هنا فجاه حفره كذا ما تدري وش هي. ما تدري هذا يمكن مخلوق كذا اكل الارض عشان يسبح هنا وينام هنا ما تدري. اوكي نختم نصير الساعه 5 الفجر. سو يا لايك سبسكرايب وشير. اذا تبغون جزء ثاني بتكونون انذل ناس في الكون. اذا ما تبغون جزء ثاني احبكم. سلام. سبسكرايب يا نور العين. سبسكرايب ولك ريالين. سبسكرايب لعيون متيم. سبسكرايب ونبي المليونين. نبيها 20